اللحمه اللي تحطها بالسم الهاني. فلوسك هتاخدها على دائر مليك. امتى بس؟ لما تيجي الفلوس من عزبه بابي. ثلاث اشهر انا بسمع الكلام ده. يا دلي يا دلي، وين الفلوس تبعي يا ازعر؟ ازعر؟ لم لسانك يا العود. انا العود؟ يتعلم مني سيبك الا بالشرطه. ارجوك بلاش، مش عاوز ده. سيبه ابو الشام المره دي عشان خاطري. كيف يا معلمي بدي فلوس؟ انت حسابك كام؟ 22 جنيه. باخدهم 20، باخدهم 15. اقول لك مديله مهله لغايه اخر الشهر، والما دفع يبقى الله يرحمه. سعيده يا نوتة. سعيده مبارك يا ست شين شين. جيب القرشين اللي عليك. انت لك عندي كام؟ 37 قرش. مخصوم منك 7 سات. بو نخليهم 8. يا شرشر. الله لا يسلمك يا شفيقه يا بنت شرطين. يا اختي عليه ادارك حلو يا مضروب. جت لي ضربه في قلبك. العين امال حبيبتي الاقيها مقلوبه على امي راسها. لازم سحفان البوابه وهو بينظف الاوضه، ما خدش باله. هو سحفان ما فيش غيره. انا هخرب بيته. انتهى يا ولد. حاضر يا عم عاشور. انا بقول يعني نسامحه المره دي. اقرع الجرس. اقرع اقرع. تصور تصور يا صديقي عبدو يا نجم المسرح. ليشقلبوا لي امال حبيبه القلب. يا لشقلبه الامال، يا للسخريه، يا للفاجعه الكبرى. في ايه يا زعفان؟
جرس الخطر يا ست هيدق وخايف ليكون الاستاذ عاشور لقى حاجه من خلاجات الست شين شين في الاوضه زي كل نوبه. امال حسب وقتنه بيعملوا ايه؟ بنصبر عليهم في الادار ليه؟ مش لازم ياخدوا بالهم. ما هي حاجه مخو للعبد. شين شين تخرج عاشور ايدي، عاشور ايدا شين شين تخرج زي الفزوره تمام. وفيها ايه ما دام مفيش اوض زياده؟ تقوم تسكن اتنين مع بعض في اوضه واحده من غير ما يكون عندهم علم؟ دي حاجه ما تحصلش ولا في الحواديت. ومال هي بتشتغل في بارته الليل وترجع الصبح، وهو بيخرج طول النهار ما بيرجعش الا بالليل، فيها ايه؟ وما دام ما فيهاش حاجه ما تخليهم عايشين مع بعض في اوضه واحده وتمشوها تعايش سلمي وبس. يلا اطلع هدي بلاش غرب. غلبت ايه؟ ما هو الغلب كله حاطط على راسي، ده كل ساعه مخصوم منك 5 ساعه، مخصوم منك 10 ساعه، هريني خصومات. سد بوزك. سدناه. اها فكري فكري، تعالى الطريق خالي. اضربها يا حبيبتي كده حط من غير ما تبص. بعدين بعدين اصل حد يشوفنا. ولا يهمك افندم. كلمه واحده، حسابك كام؟ حسابي 30 قرش. مخصوم منك شلن. مظلوم والله العظيم. بلاش دوشه، يلا يلا. ما انت عارفين كل حاجه. احنا ما نعرفش حاجه ابدا 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 ابدا. ايها البواب المهاب انصرف من غير عتاب. السلام عليكم. عليكم السلام يا صغير المقام. المزيكا دي ملهاش اخر. اهلا بذات الحسن والجمال وذات البهى والدلال. ازيك يا عبدو، محدش بيشوفك ليه؟ انني اتعبد في محراب مليكتي واتلمس السلوى في غرفتي. يهجتك نيلة، كلامك حلو بس بلاش النحو ده. احبك بالنحو وبالعام، احبك بالشعر وبالنسل. حسين يا مضروب، انا حستناك بكره نتعشى سوا وندردش سوا. ياهو ياهو ياهو، اموت في العشاء واحب النعناع والدردشه. جرايه يا عاشور، هو انت كل ما تاني تعمل لنا همسه؟ اولا مين اذنك تدخلي؟ نام، ده بيتي يا الدلع عادي. وده بتسميه بيت؟ ما دام مش عاجبك عزل. فعلا لازم اعزل من الخرابه بتاعت حضرتك. انا مكاني مش هنا، انا لازم اسكن في احياء راقيه تتفق مع مكانتي وثقافتي العاليه. تمام تمام ايها الهمام. ومستني ايه حضرتك؟ ما تلم الكراكيب بتاعتك وتوريني عرض كتافك. يا مدام حسني الفاظك واعرفي كويس انت بتكلمي مين. يعني بكلم مين يعني؟ قول لها يا عبدو. ايوه بتكلمي الاستاذ عاشور. طيب يا حضره الاستاذ عاشور، تسمح تقول لي امتى هتتفضل وتتعطف وتدفع لنا الايجار المتاخر؟ قريب هيجي لي الايراد من عزبه بابي. الكلام ده سمعناه كتير يا رحبابي. معلش يا مدام الصبر. طيب اما نشوف. مستنياك بكره يا عبدو. لازم تيجي تدفع الايجار، اوعى تنسى. ودي حاجه تتنسي؟ ده انا هدفع سنه مقدم. اموت في المساكن الشعبيه. امالو يا كل احلامي وامالي، امالو حبيني حبيني حبيني. حريقة حريقة حريقة، انا بكح حريقة. مالك يا استاذ عاشور؟ انا هقول الراجل المجنون ده هيقع على البيت. اصل الراجل العالم المجنون ده مش مدمر. ده لازم بيعمل ابحاثه العلميه الذريه العباسيه. لكن ده نص النيل دلوقتي، هو ده بيهمه ليل ولا نهار؟ ده حاجه تحير. والنبي يابا هطلع اتفرج اشوفه بيعمل ايه. عيب يا استاذ، خلي الراجل ينام. استنى انا. تعالى يا عم عاشور، تعالى يابا. Thank you.
لكن بموت من الرعب يا حفيدة فرانكشتاين. للدرجة دي جمالي مأثر عليك وحدي تسألك يا حبيبي وحبك بص حبك بص معلش مزيدك تقع في غرامي يا شرشر. كل سنة وانت طيبة يا أمال. عقبال 100 سنة. بعد شر يا أخويا مش عايزة أبقى عجوزة. المهم دي حفلة زي كل سنة؟ طبعا ودي عايزة كلام والدعوة عامة للجميع. والحضور بملابس السهرة؟ وممنوع لأقل من 16 سنة. سارة يبقى أنا مش حاضر أجي. هاي. هلو أمال. طبعا سميح هيكون ضيف الشرف ودي عايزة كلام. أمال مش هو فارس الأحلام؟ أنا زعلانة منك. مش معقول كده ما شفتش من الصبح لحد دلوقتي. أنت في المكتبة. ماليش دعوة أنا مخصمة. وأنا أقدر ده أنا كنت أموت نفسي. ما تصدقهوش يا أمال كل الشبان كذابين. أهلا ليلى. أهلا سمير. على إذنكم عندي ماتش ملاكمة دلوقتي. مع مين؟ مع فتحي. أوعى يغلبك. هو مين؟ ده أنا سمير. بس ما تنساش إنه واخد بطولة السنة اللي فاتت. أوعى لازم تغلبه لحسن بعدين أرفدك من حياتي. ما تخافيش عليا. باي. باي. على فكرة يا أمال عزمتي عاشور؟ عاشور يا شيخ ده خيبة قوي حرام عليك ده شاب طيب وابن حلال كده؟